الذي تعادل قبل قليل وديا مع نظيره القطري بصفر لمثله في رابع لقاء ودي يخوضه المنتخب الوطني الأول رفقة ناخبه الوطني بدو الزكي. ونستمع في ميل مشاهدينا الى تصريح الناخب الوطني بدو الزكي. في مباراة اليوم من جهة او من وجهة نظرك ماذا استفدنا من هذه المقابلة وكيف كان الخصم القطري اليوم؟ تنظن المباراة ما كانت سهلة، كذلك عندنا عدة اكراهات، تنظن بان المنتخب المغربي رغم ما انتصرش بين واحد الوجه مشرف بالنسبة للعناصر اللي كانت عندنا في الدوزيام او تروازيام بلون. على العموم بالنسبه لي في الاستفاده كانت كبيره، وكنشوف واحد نظره تفاؤليه بالنسبه للمستقبل ديال الفريق، يعني عده غيابات وعده اكراهات، يعني ماشي ساهل تلعب انهم دو بوانت انهم دو بوانت وكيخصك البديل تاعهم ما كتلقاش، كتبقى غير اللعابه اللي كيلعبوا في الجنب وكيخصك تاقلموا مع الوضعيه. رغم ذلك خلقنا فرص وفرصا لحال التسجيل مع كامل الاسف شويه تسرع او سوء الحظ، لكن على العموم بالنسبه لي انا فانا راضي على الاداء، وخذينا واحد الفرصه اللي هي مهمه بالنسبه لنا.